20 الموافق 5 من رجب 1445. اللهم انصر اهلنا في غزه وفلسطين. وهنا لازم اقف شويه. تمام. امبارح الحقيقه كلنا سعدنا بخبر جميل، وهو انه الزميل الاعلامي الفلسطيني الجميل وائل الدحدوح دخل الى ارض مصر، ودخل على طول مباشره على المستشفى لتلقي العلاج. معروف ان وائل الدحدوح عنده مشكله كبيره واصابه كبيره في ايده، نجا من الموت اكثر من مره. اكثر من فجع في اسرته هو وائل الدحدوح، وكالعاده مصر هي القلب، ومصر هي الامل، ومصر هي الحاضنه لكل الاخوه العرب. فاهلا وسهلا بوائل الدحدوح في بلده مصر. خلينا نرجع للكوره ونرجع للاحداث الرياضيه. توقعاتكم ايه لمباراه مصر وغانا بكره بطولة الأمم الأفريقية؟ إيه المطلوب من فيتوريا واللعيبة عشان يصححوا الأخطاء قبل مواجهة غانا؟ ابعتونا على صفحاتنا على الفيسبوك على أون سبورت إف إم وعلى أحمد شوبير عربي وإنجليزي. كمان بتبعتونا رسائلكم على رقم واتساب الإذاعة 011-541-5916. منتخبنا الوطني بيوصل الاستعداد لغانا غدا، وجلسة بين اللعيبة لتصحيح الأخطاء، هنتكلم في ده كتير. والاتحاد الافريقي اختار بيتر ايتشو حكم لمباراه مصر وغانا، بيتر ايتشو والسنغالي عيسى سي على تقنيه الفيديو. في مفاجاه مدويه، وقبل نهايه المباراه بدقيقتين ناميبيا تنجح في تحقيق الفوز على تونس 1-0، بوركينا فاسو بتفوز على موريتانيا 1-0، ورجل المباراه بلاتي توريه لاعب نادي بيراميدز. ومباراه كانت اكثر من رائعه بين مالي وجنوب افريقيا. بيرسي تاو أضاع ضربة جزاء مبكرا، ولكن أليو ديانج شارك في صناعة الهدف الثاني، ومالي فازت عن جدارة بهدفين مقابل لا شيء. اليوم هو الظهور العربي الخامس بعدما ظهرت مصر بتعادل مع موزمبيق، وظهرت أنجولا الجزائر بتعادل مع أنجولا 1-1، وظهرت موريتانيا بخسارة من بوركينا 1-0، وظهرت تونس بخسارة من ناميبيا 1-0. تظهر المغرب اليوم، إذا تحققت الفوز يبقى أول فوز عربي في هذه البطولة. أما الكونغو الديمقراطية فتلتقي مع زامبيا في تمام 10 مساء. اللعيب شيخو كواتي لاعب المنتخب السنغالي غادر المعسكر المنتخب السنغالي بسبب وفاة والده، راح عشان يحضر جنازة والده وفي السنغال، وراجع تاني على طول. قد ايه الكرة بقدر حلاوتها وبقدر ما كان سعيد وفرحان بفوز منتخب بلاده في المباراة الأولى، بقدر ما يأتي الخبر الحزين ويضطر انه يسافر الحقيقة، وحيعود عشان يستكمل مهمته مع منتخب بلاده. الناس دايما يا جماعة بتتخيل لعيب الكرة ده عايش في حالة من الرفاهية ومن السعادة ومن الباقة طوال الوقت، ده مش مظبوط خالص على الإطلاق. الضغوط اللي بتبقى موجودة على لعبة الكرة والتضحيات اللي بيقدموها تبقى صعبة جدا. أنا أتحدى أن في واحد يبقى في وسط كده معسكر ومنتخب ودورة وبطولة ويروح يسافر وبعدين يرجع يلعب مرة تانية ويرمي أحزانه ورا ظهره عشان شعبه وعشان بلده وعشان أهله. دي كلها أمور أتمنى أن أنتوا تاخدوها في الحسبان. يعني بعيدا عن بطولة الأمم الأفريقية، كولر منح لعبة النادي الأهلي راح النهاردة من التدريبات. هقول لكم بس موقف المصابين بالكامل، يعني فرصة أقوله لكم دلوقتي. كوكا هيجري أشعة جديدة لسه أول الأسبوع الجاي، وبالاتصال والسؤال عرفت أنه قدامه حوالي 3 أسابيع ليعود للملاعب من جديد. قدامه حوالي 3 أسابيع، ده بالنسبة لكوكا. محمود متولي جاله تمزق وجاله نزلة برد، فنزلة البرد عطلته عن تدريبات العلاج الطبيعي، فقدمه أيضا من أسبوعين لثلاثة. أقربهم هو رضا سليم، يعني حالة رضا سليم بتتحسن جدا، بس بتتكلم على أسبوعين مثلا عشان يعود من جديد للتدريبات. خالد عبد الفتاح لقى قصة صعبة شوية، برضه هياخد حوالي 3 اسابيع، ونفس الامر لاحمد عبد القادر اللي قد تمتد الفتره لمده شهر لانه كان عنده تمزق تقيل جدا، وده بيرد على كل الاشاعات اللي كانت بتقول ان هو ما كانش عايز يلعب مع النادي وكان غاضب عشان استبعد من قائمه كاس العالم. الولد مصاب، فاقل لعيب ممكن يرجع في الوقت هو رضا سليم في اسبوعين وقد يمتدوا الى 3، والباقيين من 3 اسابيع الى 4 اسابيع.
لانها كلها اصابات دمها تقيل، تمزقات وشغلانات صعبه شويه. فده موقف لعيبه النادي الاهلي بالكامل من ناحيه الاصابه. 5 لعيبه، عشان كده كولر زود اللعيبه وضم 10 من الناشئين، لانه كمان هو زي ما قلت لك هو عنده حوالي 13 لعيب في المنتخبات المختلفه ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي والمنتخبات الاخرى زي تونس وجنوب افريقيا ومالي. والاهلي هيلعب تاكد في مباراه وديه مع نادي الشباب السعودي في الامارات، هتكون مباراه قويه وصعبه للاهلي، تقريبا ناقص نص ثلاث ارباع فرقته، يعني مش نص فرقته لا معظم فرقته مش موجود، لكن بتبقى فرصه للاعيبه اللي موجودين. رسميا اعلن الزمالك انتقال محمد عبد الغني الى البنك الاهلي، وعبد الغني قال لك بقى يا جماعه ايه سلام عليكم، هي ليس اعاره، خلاص نقل الى البنك الاهلي، كان ليه 50% من المستحقات اتنازل عنها عشان يمشي. عبد الغني اتعرض لحمله عنيفه جدا الفتره الاخيره وضغط رهيب جدا من الجماهير والسوشيال ميديا، بقت شغلانه صعبه جدا بالنسبه له، والنادي كمان العقد شايفه كان كبير الظاهر شويه، فقال فرصه بقى ان احنا نبدا نظبط الدنيا يعني. طبعا جماهير الزمالك في حاله قلق شديد جدا موضوع القيد، وكل مره بيجي لي تاكيد من المسؤولين انه الموضوع في طريقه للحل النهائي. امبارح الزمالك لعب مباراه وديه مع الشباب الكويتي، فاز 4-0، ومعتمد جمال ادى للاعيبه راحه النهارده عشان هيسافروا ان شاء الله بكره بسلامه الله للامارات، عندهم دورتين وديتين هناك. المنتخب الاولمبي النهارده الساعه 3 العصر هيلعب مباراه وديه مع المنتخب القطري، معسكر مهم جدا في دبي، وشيء جيد انه تقدر تلعب مباريات في وسط الزحمه اللي موجوده دي. امبارح في كاس الرابطه بيراميدز بيوصل اهدار النقاط وبيتعادل مع طلائع الجيش 2-2، مباراه تقدم طلائع الجيش 1-0 وبعدين تعادل بيراميدز تقدم 2-1، رجع طلائع الجيش تعادل بالهدف الثاني. كمان سموحه تعادل مع مودرن فيوتشر بدون اهداف وتهزم موقف فيوتشر شويه، اما زد ففاز على فاركو بهدفين مقابل لا شيء. النهارده في كاس الرابطه البنك الاهلي بيلعب مع المصري الساعه 3، والاسماعيلي بيستضيف سيراميكا الساعه 5، وانبي مع الداخليه في نفس التوقيت. في دوري القسم الثاني ابو قير بيفوز على مصر المقاصه 2-0. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه مع بنكوره، وناخد من كلام الكابتن احمد شوبير اللي ضيف حلقتنا النهارده اللي معاه تفاصيل كتير جدا وتفاصيل مهمه جدا، وهي سقوط الفرق العربيه او المنتخبات العربيه في بطوله كاس الامم الافريقيه بكوتوفور اللي كلها مفاجات، خساره تونس من ناميبيا والتعادل الغريب في بلاس 90 عن طريق ابو لولو اللاعب الاتحاد السكندري بين الجزائر وانجولا. ده حاجه مهمه جدا، واصاباته او مستشفى النادي الاهلي حدث بلا حرج على رضا سليم وخالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر وكمان رضا، احنا قلنا محمود متولي طبعا تمام، وان شاء الله بامر الله يعني فرصه كويسه ان الفتره دي فتره راحه للنادي الاهلي، عنده مواجهه قويه جدا وديه دوليه مع الشباب السعودي، وهتبقى ان شاء الله انطلاق لي لعيبه الشباب او اللعيبه اللي مش جاهزه. وده وطبعا محمد عبد الغني زي ما الكابتن احمد شوبير قال تم بيعه الى النادي الاهلي وتنازل عن 50% من مستحقاته، واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي الخواجه.